اهلا بكم. زرعنا البطيخ بالبذور زي ما زرعنا في 100 فيديو قبل كده. بكل بساطه بجيب البذره بحطها في التربه وبحط عليها كيس بلاستيك كده لمده يومين. اليوم الثالث بتلاقي البذره على طول نبتت، بعد يومين بتبقى بالحجم ده، بعد تقريبا 5 ايام بتبقى بالحجم ده. طيب دي زراعه مكثفه، يعني جبت شويه بذور ورميتها، طبعا ما ينفعش. هننتخب دلوقتي احسن البذور ونسيبها، لان الزراعه دي مش هتجيب اي حاجه وهنعدم او نتخلص من الباقي. وبعدين نردم تاني. ناخد بالنا ان انا حاطط ورق شجر، ده بيبقى جميل جدا جدا في فصل الصيف، بيحافظ على الرطوبه، بيتحلل وبيدي تسميد لطيف جدا. اهو جميل جدا جدا ورق الشجر ده، وبيعمل تربه هشه فوق سطح التربه الاصليه. التربه الهشه دي بتبقى جميله جدا جدا. طيب البطيخ زي ما احنا عارفين وقلنا في اكتر من فيديو، يعني بيحب جدا التربه العضويه، وبالتالي انا هجيب هنا هقلب بقى، لان ده تربه رمليه اساسها. هجيب هنا جرد الكمبوست كامل وهبتدي اوزعه على الحوض كله. طبعا مطلع نوى بلح، نقدر نستفيد بنوى البلح والجدر الجميل ده. طبعا نقدر نزرعه، فهنفكك الكمبوست حواليه. اهو علشان ما اعملش اي مشكله لنوى البلح، احافظ على الجذور بتاعته. زراعه البطيخ والحاجات دي مش مهم خالص ان احنا نكتر الزراعه. ممكن زرع البطيخ واحده تجيب لي يعني عدد لا باس به من الثمار. المهم الجذور وخصوبه التربه. كل ما التربه تكون خصبه وعضوية، كتل اهي، كومبوست اسود جميل متحلل زي ما عملنا في اكتر من فيديو مع بعض عن طريقة صناعة كومبوست. حاجة جميلة جدا جدا. بقت بالشكل ده الحوض. لازم نبقى عارفين ان البطيخ يقعد على الوضع ده 3 اسابيع متنح، وبعد كده بينفجر في النمو ويوصل 2 و3 و4 متر طول. هو اساسا مفترش او مداد، يعني بيمشي على سطح التربة. تعالى بقى نشوف الفترة اللي جاية هيبقى شكله ايه بعد دفعة التسميد دي. يلا بينا.